على حدود منطقه جزاء الهلال، وادي الكره على الارض من تاني، وادي البينيه يا ولد، حلوه ولكن وقعت في ايد الحبسي، وهرايا مرفوعه وتسلل، رايا مرفوعه وتسلل، محمد اسماعيل بيقول لهم تسلل، وينقذ علي الحبسي، ينقذ علي الحبسي في اللقطه اللي فاتت. اهي اهي لقطه من لقطات صدق او لا تصدق، اهي وهنا الحبسي طلع، شوف وقعت منه، لكن الحظ خدمك يا حبسي. هنا اهو هجم واعاده للكوره والتسديده اللي كان فيها اوف سايد، لكن وقعت من علي الحبسي. شوف الحبسي ما راحش يشد الكوره، راح يشد حسن الصولان في اللقطه اللي فاتت اهو.